في هذه اللائحة المادة 44 دي لائحة الكابتن حسن حمد. كابتن حسن حمد مدة مجلس الإدارة المنتخب 4 سنوات ميلادية اللي هو التي بيهاجم عليها مجلس الإدارة الحالي. ليه؟ لا مدته 4، ما حدش يقدر يهاجم. ما هو عشان قال لك أنا بعمل المجلس الإدارة الحالي عايز يخلي مجلس الإدارة 4 سنوات ميلادية عشان يحرم. لا مش مدة المجلس الخطيب. لا هو لا ما هو مدة دورة المدة البينية يا دكتور، يعني أنت لما ينطبق عليك بند 8 سنين تخرج ما تترشحش، ما ترجعش تاخد حق الترشح إلا إذا مر عليك وأنت أوت 4 سنين ميلادية. مفيش قانون أو لائحة بأثر رجعي. ماشي أوكي. لا الوزير لما سئل في كده قال لو بند 8 سنين أي نادي حطه في لائحته لا يطبق بأثر رجعي، لكن ال4 سنين البينية الفاصلة ده يطبق بأثر فوري مش رجعي. مش رجعي. استنى بس. لا. استنى بس والنبي. ده كلام الوزير. إبراهيم. إبراهيم. فالمبسط الأمور ها؟ أنت جاوبت مثلا هو اللي قاعد على الشاشة دلوقتي في ذهنه أسماء. احنا عايزين نطمئنه. لا ما تتوجسي مفيش لقمه في الموضوع. وعايز اقول لحضرتك لحظه واحده بس في الجزئيه بتاعت ال4 سنين دي. انت بتقول مفيش، يعني لو اعتمدت اللائحه دي ها مش هتطبق باثر رجع. اذا مساله ال4 سنين مش هتبقى تقصي حد، مش هتقصي اي حد. دي اللي تهم الناس. بص الاربع سنين هتبتدي تحسب من اول يوم في مجلس الإدارة الجديد بعد الانتخابات. بعد كده بقى بعد الانتخابات إنما لكنها لا تطبق في الأوضاع السابقة. وفي العرف الدستوري والعرف القانوني ما فيش قانون يطبق بأثر رجعي أو لائحة ما لم ينص على ذلك قانونا. ليه؟ ما أنت لما عملت لائحة وخرجت المجلس السابق مجلس الكابتن حسن حمدي كان بأثر رجعي وكل الناس أنت طبقت الثمان سنين بأثر رجعي. ما هو كان بقى وضع أنت حسبت عليهم الثمان سنين من إمتى؟ أنا لسه هكمل لك الكلام. كمل لك كلام. لا يعني ده تم تطبيقه. انا المهم انه يتوافر في المرشح، يجب ان تتوافر في المرشح دي لائحه الكابتن حسن حمد. تمام. ان يكون المرشح مصري الجنسيه، ان يكون حاصلا على مؤهل عالي، ان يكون قد ادى الخدمه العسكريه الالزاميه او اعفي منها. دي شروط اللائحه. ايوه ما هو اللي هي نفس الشروط التي كان يهاجم عليها الاساس مجلس الاداره الحالي. انا في الحلقه الماضيه مش هنهاجم على البنود دي طبعا. لا انا بس لا ما هو انا بقول لحضرتك احنا وصلنا لمرحله من الناس في ذهنها خلط الامور. دكتور انا بس بقول حاجه علشان كل الانديه مش النادي الاهلي بس، حتى اللجنه الاولمبيه وهي بتتعرض لشروط الترشيح وتقصره على المؤهل العالي. احنا اتكلمنا في الحلقه الماضيه على الجزئيه ديت. بعد الحلقة تاني يوم كلمني واحد مستشار جليل من المحكمة الدستورية العليا، قال لي كلام صح انه فرض شروط على حق مرشح معين على اساس علمي او تعليمي دي شبهة عدم دستورية بحتة. ليه؟ انا مؤهل متوسط، لما جيت اعمل عضوية في النادي انت قبلتني كعضو. قال لي الكلام هنا ساعة لما انت قبلت عضويته لائحة النادي كانت بتحظر عليه حق الترشح ولا هذا الحظر جه لاحقا لقبول عضويته؟ اللائحة الحالية تحظر هذا. اوكي. انت دلوقتي بالنسبة للجديد يعني هو راح اشترك في النادي وهو يعلم هذا الشرط دلوقتي. لا لكن من ساعة ما اشترك لا مش لا تمنع لائحة النادي لا تمنع. استاذ عادل لا يعرف. مش متذكرة والله لا تمنع. استاذ عادل يعرف اذا كانت تمنع خلاص يبقى ما فيش مشكله ابراهيم مش هنخش لا تمنع كان في اعضاء كتيره في الانديه ولائحه الوزاره الموحده كانت للانديه تمنع. لا لا تمنع لا. ايه المؤهل المتوسط لا مش تمنعش اشتراكه. لا, لا. انا بتكلم على الانتخابات تمنع حقوقه. ايوه ترشيح. ما انت ما تعرفش وانا ما اعرفش. لا انا عارف لم يتم وضع بند المؤهل العالي في كل اللوائح السابقه في اللائحه الموحده. انا ممكن بس يا ابراهيم مش عايزين نذكر اسماء بس لحظه الترشح في فرق بين العضويه يا سيدي العضويه وبين الترشيح. العضويه ده طبيعي بتاخده وبتاخده بفلوس زياده شويه. ايوه واخد بالك. لكن ما كانش في اي منع لعضو مؤهل متوسط، ده ما كانش ممنوع على الاطلاق لا في الاهلي ولا في غير الاهلي. لكن انت دلوقتي جيت قبلته كعضو، التمييز هنا على اساس غير معنى ده عدم دستورية، لأنه أنا عضو وأنت عضو، أنا مؤهل وأنت مؤهل. أنت اديتني حق العضوية وحجبت عليا حق الترشح. في حين إن ده مش ما تقبلنيش كعضو أصلا. لحظة لحظة يعني قول إن عضوية النادي حملت البكالوريوس والماجستير مثلا. لحظة واخد بالك؟ هو دلوقتي بيقول لك مفيش تطبيق بأثر رجعي. إذا كل ما تم قبولهم مش هنطبق عليهم البند ده. ليهم حق الترشح. مش فاهمني. هو قال لك لن يطبق قانون بأثر رجعي. مش كده يا جماعه دي مختلفه. خلينا على اللي جاي.
ولا ايه؟ ايوه. بص احنا بنتوخى مشاكل اصل ممكن افراد ما انتش عارف هم مين. ممكن تلاقي ايه؟ ممكن تكتشف انه العمليه الانتخابيه تمشي في الانديه وفي الاتحادات وتاخد وقت طويل وتفاجأ بطعن في دستوريه اللائحه. وده ويحصل يعني. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انه هيرد عليك ويقول لك الجمعيه العموميه والمستشارين اللي اعتمدوها، الجمعيه الخاصه هيبقى عليها طعن في كل الانديه، والانتخابات اللي جايه هيبقى عليها طعن، هنتعطل في كل الانديه، ولن نتحرك اي خطوه للانديه للاسف، هنتعطل برضه. لانه اولا انا اقدر يعني باختصار كده، انا كنادي اهلي اقدر اعمل لائحتي دلوقتي اللي عملها الاستاذ رجاء عطيه، شفت الحوار مع الاعلاميين بيتم ازاي، والمستشار عبد المجيد محمود، وابعتها للجهه الاداريه وللجنه الاولمبيه، وابعتها للجنه الاولمبيه الدوليه، وهي دي لائحتي، راجعوها، في حاجه مخالفه للميثاق الاولمبي، في حاجه مخالفه للقوانين الدوليه، ما فيش خالص، هي دي لائحتي، ولا ليها دعوه لا بلائحه استرشاديه ولا باسترشاديه، وهستند في ده لماده في القانون. تمام. وعايز اقول لحد كمان انه الفوضى القوانين، يعني انا محامي دلوقتي اقدر اروح ارفع قضيه على اللائحه الاسترشاديه لانه في مواد في القانون متناقضه وهكسبها. ايوه. فهتبطل الجمعيه العموميه الخاصه، وهتبطل بالتالي الانتخابات التي ستقام وفقا لهذه اللائحه، سواء كانت استرشاديه او لائحه جديده. يعني احنا داخلين في نفق مظلم.